تعالى. شعوري ما بلغونيش الا توصلت هون، ما بلغوش حدا الا توصلنا هون. من 6 الصبح واحنا هون واخروا فينا وعذبوا فينا لاخر نفس، وهم عاقبوا فينا وعذبوا فينا. طبعا عتمي، السجن كله عتمي، فيش كهرباء، فيش مي، فيش شيء. الاوضاع صعبه جدا، بس كلنا عايشين على الامل والصبر، والله منطينا الصبر بس من عنده، الحمد لله رب العالمين. شعور لا يوصف، لحتى يتهس انا مش مصدق. حماده سيد ابو سمره، يعني بنشكرهم على جهودهم هاي، وان شاء الله يعني احنا مع المقاومه ومش رايحين ننسى لهم هذا الشيء اللي سووا لنا اياه.